يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أدركت التشهد الأخير مع الجماعة، فسمعت جماعة يقيمون الصلاة فقلبت النية إلى نافلة، فصليت ركعتين بعد سلام الإمام، ثم لحقت بهم فصليت الفريضة مع الجماعة الثانية، هل فعلي هذا صحيح؟ ولماذا يقلب الفريضة إلى نافلة وهو مع جماعة؟ مش الداعي لهذا، ما له داعي، يكمل صلاته وهو مع جماعة والحمد لله، ولا يقلبها إلى نافلة لأنه ليس هناك حاجة إلى قلبها. نعم.